انتم كتشوفوا حاجه كديره حاله لا تبشر للخير. المهم ضرب كامل ضرب. السلام عليكم الاخوان. المهم انتم كتشوفوا حاجه كديره حاله لا تبشر للخير. المهم ضرب كامل ضرب دماغ في نيفي نضرب هنايا محرود نضرب هنايا نضرب هنايا نضرب في المشوار ديالي هنايا نضرب هنا الله راسي كامل تيضرني. المهم كل محرود رجليا بلا ما نوريكم شنو فيها. المهم كنت واقف مع واحد السيد في الولفه ما علينا ما بينا توقف عليا داك السعد مشعار الله يقرب له وقف عليا الطيماكس ديالو الزرقاء راه كتعرفوها وقف عليا جي مع شي دراري وقفوا عليا دوروني جبت التليفون قال لي والو غندير لك فيديو بغيت بوست انا نبوس يدو بحال بغا يبيضقني في دربهم اللي ما بغيتش نتبيضق عليا ما تسرطعش ليا هنايا دوروني كروشيات بقاو شي ضربوا فيا بوك 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 الساك ديالي البانان مشات ليا سلسله كش دايره هنايا ديال الذهب ديالي الله خليتها ب 24000 ريال مشى ليا التليفون ومشات ليا 35000 ريال ديالي وكليت العصا هاني كليت العصا في كاروا ديالكم وجاب ليا بنادم قدو قداش ما على باليش بنادم كبر مني هاني ماشي مشكل لا زون ديالك هذيك اخويا هاني بطلني ولكن رضيت الاجراءات ديالي القانونيه انايا في لابيجي ياك ماشي مشكل كليت العصا هانيه ناكلوا العصا ديما كناكلوا على العصا ما على بالناش فهمتيني تجنديخ مولفين به ولكن انت راك درتي الحساب دابا راسك اخويا وفاري مع لي فان دابا ديالي اللي شدك شي واحد دغدغك انا راه درت ديكلاراسيون وعلى اساس اللي شدك شي واحد وطنطنك وما كنتحملش المسؤوليه ديالك حيت انت كتنوض كتلوح الفيديوهات وفاري دابا مع لي فان الله يعاونك.